جاءت هذه الجمعية العمومية 29 للكنيسة الإنجيلية رقم 5 التي أقامتها منظمة العمل المسيحي لتنمية المجتمع تحت شعار استقلالية المرأة المسيحية، وذلك بهدف تمكين المرأة المسيحية ودورها في التعايش السلمي من أجل تشاد. هذا وقد شهد افتتاح المناسبة صلوات وترانيم إنجيلية إحياء لهذه الدورة من أجل السلام، وتلتها مداخلات عدة من بينها مداخلة المدير العام الفنية لحماية الطفولة زهرة راتو ممثلة لوزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة المبكرة، والتي أشارت بأن النساء يسعين إلى تبادل الخبرات، وشكرت المنظمة على وضعها هذه الدورة تحت الرعاية السامية لوزارة المرأة والأسرة وحماية الطفولة المبكرة، وأكدت سعي الوزارة من أجل تنمية المرأة، وناشدت النساء المسيحيات لتوحيد جهودهن لمواجهة التحديات التي تقف أمامهن.